السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو سريع لعشاق الملاكمه الاحترافيه. بطبيعه الحال عارفكم غادي تكونوا على بال النزال اللي متوقع غادي يكون من افضل نزالات 2017 ان لم يكن افضلها على الاطلاق، بين اسرع ملاكمين في العالم الكوبي غيليرمو ريغوندو والاوكراني فازيل لوماشينكو. النزال غادي يكون هذا السبت ان شاء الله. بطبيعه الحال الملايين ينتظرون هذا النزال بين اسرع ملاكمين في العالم، نزال يعد بالفرجه، نزال يعد بالمتعه. يعني انصح اي واحد يعني كيشوف هذا الفيديو باش ينتظر هذا النزال ويشاهده، لان صراحه شخصيا انتظر هذا النزال بفارغ الصبر. يعني ملاكمين عندهم سجل خرافي في النزالات، مستوى رهيب جدا. يعني سنشاهد نزال ملاكمة حقيقي، أظن لن يكون أفضل نزال سنة 2017 وإنما سيكون من أفضل النزالات التي تم إجراؤها في عالم الملاكمة الاحترافية. أما بالنسبة لموعد النزال غادي يكون نهار السبت إن شاء الله، يعني صباحة الأحد الثالثة صباحا بتوقيت المغرب. بالنسبة للروابط أو القنوات الناقلة فغادي يكونوا على صفحتنا في الفيسبوك Legends Comba Sports. إذا من يريد السهر يوم السبت إن شاء الله مع أحد أروع النزالات فليكن في الموعد إن شاء الله، وسأوفر القنوات وكذلك الروابط وكل شيء. نلتقي في فيديو قادم، إلى اللقاء.